السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وتكون كل اموركم طيبه. احنا طبعا ده المحاضره الخامسه بارت 2. بارت 1 اللي هو كان الفيديو اللايف اللي طلعنا بيه مع بعض في المحاضره، وكنا خلصنا فيه شابتر 22. في بارت 2 او ليكشر 5 بارت 2 هنتكلم فيه على شابتر 23 اللي هو بيتكلم على الاجريجيت اكسبندشر اللي هو الانفاق الكلي، اند ايكوليبريم اوتبوت واللي هو التوازن بتاع الانتاج نفسه، التوازن بتاع الانتاج او الاكوليبريم اوتبوت او الاكوليبريم كوانتيتي على مستوى الاقتصاد القومي ككل بتحصل فين بالظبط. تعال نشوف ده مع بعض. طبعا احنا الموضوع الاساسي اللي هنتكلم فيه النهارده في الشابتر 23 اللي هو البلاند اجريجيت اكسبندتشر، اللي هو الاكسبندتشر ده الانفاق، والاجريجيت يعني الكلي، وبلاند يعني اللي هو مخطط. ده الانفاق الكلي المخطط اللي على مستوى الاقتصاد القومي ككل. تعالى عشان نعرف ايه هو البلاند اجريجيت اكسبندتشر او الانفاق الكلي المخطط، تعالى نشوف مع بعض الاول مجموعه مصطلحات من ضمنها الاجريجيت انكم، بعد كده هنشوف حاجه اسمها الاجريجيت اوتبوت، وبعد كده هنشوف الاجريجيت اكسبندتشر او اللي هو البلاند اجريجيت اكسبندتشر. طبعا لما نيجي نتكلم على الاجريجيت انكم اللي هو الدخل الكلي، الدخل الكلي او الدخل الاجمالي ده عباره عن ايه؟ ده اللي عباره عن التوتال انكم، الدخل الكلي received by all factors of production in a given period. ده الدخل الكلي اللي بيستلمه كل عناصر الانتاج في خلال فترة زمنية محددة، عادة بيكون في خلال سنة. يعني لما نيجي نقول مثلا ان عناصر الانتاج الاربعة اللي احنا خدناهم في الترم الاول لو تفتكروا، اللي هم human resources، وقلنا الكابيتال، وقلنا اللاند، وقلنا الانتربرينيرز. الاربع عناصر دول كل واحد فيهم بياخد نوع من انواع الانكم المختلفه زي ما قلنا قبل كده. يعني مثلا قلنا انه الهيومن ريسورسز بياخدوا الويجز، صح كده؟ وقلنا انه اللاند بياخدوا حاجه اسمها الرنت، وفي اللي بياخد حاجه اسمها انترست، وفي اللي بياخد حاجه اسمها البروفيتس. فانت لما نجمع الانكم ريسيفد باي اول فاكتورز اوف برودكشن في خلال فتره معينه سنه، ده يطلق عليه اسمه الاجريجيت انكم، الدخل الكلي. جميل. طيب الاجريجيت اوتبوت ده عباره عن الانتاج اللي بيتم انتاجه من السلع والخدمات ككل في خلال في الاقتصاد في خلال فتره زمنيه معينه اهو. ده عباره عن التوتال كوانتيتي اوف جودز اند سيرفيسز، الكميه الكليه من السلع والخدمات مالها بروديوسد المنتجه ان ان ايكونومي في الاقتصاد ان جيفن بيريود عاده في خلال سنه، كميه الكلية من السلع والخدمات اللي بيتم انتاجها في الاقتصاد في خلال فترة معينة عادة بيكون خلال سنة. اوكي. طيب تعالى نشوفه بعد ما شفنا الاجريجيت انكم وشفنا الاجريجيت اوتبوت في السلايد اللي فات، تعالى نشوف حاجة اسمها الاجريجيت اكسبندتشر اللي هو الانفاق الكلي، وتحديدا بيطلق عليه البلاند اجريجيت اكسبندتشر، الانفاق الكلي المخطط. بلاند يعني مخطط، تمام؟ ده عبارة عن وممكن نختصره ب A ده اللي هو الاجريجيت، اوكي، و E ده اختصار ل اكسبندتشر. AE ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن is the total amount the economy plans to spend in a given future period، بمعنى is the total amount المبلغ الكلي the economy plans to spend اللي الاقتصاد بيخطط لانفاقها، ده لانفاقه، ده المبلغ اللي الاقتصاد بيخطط لانفاقه فين؟ في خلال مدة معينة، فترة معينة قادمة. يبقى انت زي ما احنا قلنا اهو الـ AE اللي هو الاجريجيت اكسبندتشر او البلاند اجريجيت اكسبندتشر اللي هو الانفاق الكلي المخطط، عبارة عن ذا توتال اماونت ده المبلغ الكلي ذات ذا ايكونومي بلانز تو سبند اللي الاقتصاد بينوي ان هو ينفقه ان جيفن فيوتشر بيريود في خلال فترة قادمة في فترة معينة قادمة في المستقبل، تمام؟ طبعا احنا هنا بنفترض، ده افتراض ان احنا بنتكلم على الـ AE، الـ AE اللي هو الـ Aggregate Expenditure، بافتراض ان احنا in a closed economy. يعني ايه closed economy؟ يعني اقتصاد ما فيهوش عالم خارجي، ما فيش اللي هو rest of the world، يعني ما فيش اللي هو كنا بنقول عليه اللي هو النت اكسبنسز اللي هو نت اكسبورتس اللي هو اكسبورتس ماينس امبورتس. جميل. الجزء ده مش موجود، يعني الجزء اللي هو exports minus imports اللي هو بتاع ال rest of the world مش موجود. احنا بنفترض ان احنا in a closed economy. closed economy يعني اقتصاد مغلق، يعني مش متصل بالعالم الخارجي، لا بنصدر لبره ولا بنستورد من بره. جميل. وكمان ان احنا ما عندناش حكومه، ده افتراض without government، وان احنا ما عندناش حكومه، يعني اقتصاد ما فيهوش لا
اكسبورتس ماينس امبورتس، ولا في الجي اللي هو الجفرمنت اكسبندتشر لو تفتكروا. جميل، لا ده موجود ولا ده موجود. امال ايه الاقتصاد ده؟ ده موجود ايه؟ كام نوع من الانفاق؟ عندنا نوعين من الانفاق فقط، اللي هو الاي اي اللي هو الاجريجيت اكسبندتشر ايكوال سي بلس اي. سي اللي هو لو تفتكروا كان اسمه الكونسمشن اكسبندتشر، اهو سي اللي هو الكونسمشن اكسبندتشر، واي ده اللي هو الجروس انفستمنت، ده اللي هو بلاند جروس انفستمنت اللي هو الاستثمار الكلي المخطط. جميل، اي كنا لو تفتكروا كانت المعادله الكامله لما كنا بنقول الجي دي بي كان عباره عن سي بلس اي بلس جي، ده على افتراض ان كان في جفرمنت، بلس الاي الريست اوف ذا وورلد اللي هو اكسبورتس مش كده، ماينس امبورتس مش كده، تمام. فاحنا هنا بنقول لا، احنا هنفترض نفسنا ان احنا في اقتصاد مغلق. اقتصاد مغلق يعني مفيش القطاع اللي اسمه ريست اوف ذا وورلد. جميل، لا بنصدر لبره ولا بنصدر لبره، ومفيش عندنا حكومه من النهارده، مفيش حكومه زي ما كان احمد السقا بيقول في الفيلم يعني، تمام. بنفترض ان الاقتصاد بس بيتكون الانفاق اللي بينفقه عباره عن نوعين من الانفاق، الاي اي ولا الاجريجيت اكسبندتشر بلس بيكوال مين بلس مين، سي بلس اي. سي اللي هو الكونسمشن اكسبندتشر الانفاق الاستهلاكي، والاي الاي اللي هو الانفستمنت او اللي هو الجروس انفستمنت او اللي هو البلاند جروس انفستمنت. جميل، تمام. ده احنا هندخل النهارده مع بعض، يمكن ده اهم حاجه في الشابتر دوت، بعد يمكن المعادله اللي فاتت ان احنا شفنا شويه المعادله اللي فاتت انه الاجريجيت اكسبندتشر في السلايد اللي فاتت لو تفتكروا قلنا الاجريجيت اكسبندتشر في ان كلوزد ايكونومي without government في اقتصاد مغلق يعني مفيهوش لا صادرات ولا واردات مع العالم الخارجي ومفيش حكومة، كان عبارة عن حاجتين، كان عبارة عن C اللي هو ال consumption expenditure plus I اللي هو ال planned gross investment. planned gross investment اللي هو الاستثمار الكلي المخطط، تمام. ده اللي احنا شفناه المرة في السلايد اللي فات. السلايد دي يمكن ده يعتبر هو الاساس الموضوع بتاع شابتر 23 اللي هو هنتكلم فيه عن الكينزيان ثيوري اوف كونسامشن، النظريه الكنزيه في الاستهلاك. كينزيان ده نسبه لعالم اقتصاد شهير جدا، بيعتبر من اعظم علماء الاقتصاد في الـ في الـ في الـ الاقتصاد المعاصر المعاصرين، اسمه كينز، فعشان كده اسمها كينزيان ثيوري، النظريه الكنزيه نسبه لكينز اللي ابتكرها، شخص العالم الاقتصادي الشهير اللي اسمه كينز. جميل، اوف كونسامشن نظريه الكنزيه في الاستهلاك اهو. الكنز لما حط النظريه الكنزيه في الاستهلاك عمل للاستهلاك داله، عمل له ايكويشن اهو. تعالى نشوف مع بعض شكل الكنزيان كونسامشن فانكشن اللي هي داله الاستهلاك الكنزيه. فانكشن يعني داله، يا ترى الاستهلاك بيتحدد بدلاله ايه؟ ايه العوامل اللي بتاثر في الاستهلاك؟ هو ده فكره داله الاستهلاك الكنزيه، هو كينزيان كونسامشن فانكشن داله الاستهلاك الكنزيه. وفقا للنظريه الكنزيه اللي حاططها كينز، كينزيان ثيوري اسيوم ذات، بتفترض ان الانكم از ذا مين ديترمينانت اوف كونسامشن، الدخل هو المحدد الاساسي للاستهلاك. مليون في الميه حضرتك لما الانكم بتاعك يزيد ده بيأثر في الكونسامشن صح كده، في استهلاكك، ولما الانكم بتاعك يقل مليون في الميه ده بيأثر بشكل مباشر في الكونسامشن مش كده. فهو وفقا لكنز مين العامل الاساسي الاهم اللي بيأثر على الاستهلاك؟ المحدد الاساسي للكونسامشن هو مين؟ هو الانكم. خلي بالنا من ده، يبقى according to the Keynesian theory income is the main determinant of consumption، الدخل هو المحدد الاساسي العامل المؤثر الاساسي في الاستهلاك. جميل، دخلك يزيد دخلك يقل مليون في المية ده هيغير من حجم استهلاكك بالزيادة او بالنقص. طيب قبل ما نشوف بقى شكل دالة الاستهلاك الكنزية الفانكشن دي شكلها عامل ازاي، الاكويشن بتاعتها عامل ازاي، تعالى برضو نشوفه انه وفقا لكنز الاجريجيت كونسامشن فانكشن انه دالة الاستهلاك الكلي، اجريجيت كونسامشن الاستهلاك الكلي فانكشن، دالة الاستهلاك الكلي بتورينا ايه؟ شوز بتوضح لنا the level of aggregate consumption، مستوى الاستهلاك الكلي at each level of aggregate income، عند كل مستوى مستويات الدخل. يا ترى لما يكون مستوى دخلك مثلا سي ب 100، جميل، يا ترى الاستهلاك بكام؟
الكلي، يا ترى لما الاجريجيت انكم الدخل الكلي في الاقتصاد مثلا سي ب 200، يا ترى الاستهلاك هيبقى بكام؟ وهكذا. هو ده فكره داله الاستهلاك، اهو الاجريجيت كونسامشن فانكشن، داله الاستهلاك الكلي بتوضح لنا شوز ذا ليفل اوف اجريجيت كونسامشن، انه المستوى الاستهلاك الكلي فين؟ ات ايتش ليفل اوف اجريجيت انكم، عند كل مستوى مستويات الدخل الكلي. طب يا دكتور معلش، شكل دالة الاستهلاك الكنزية بتتكتب ازاي بقى الايكويشن بتاعتها؟ تعالى بقى نشوف مع بعض الكنزيان كونسامشن فانكشن شكلها ايه. اهو ذا كونسامشن فانكشن او الكونسامشن ايكويشن، المعادلة بتاعت دالة الاستهلاك الكنزية according to كينز كان بي ريتن از فولوز. المعادلة دي تحفظها زي اسمها. بص انا اهو يمكن اول مرة اقول لك احفظ حاجة في المحاضرة بتاعت النهاردة، دي المعادلة دي تحفظها زي اسمك، لانها مرتبطة بحاجات كتيرة جدا هناخدها مع بعض بعد كده. دالة الاستهلاك الكنزية بتقول ان سي ايكوال A بلس بي تايمز واي. سي ده اللي هو بيطلق عليه الاجريجيت كونسامشن، سي ده اللي هو مين؟ هتكتب كده في كراستك دالة الاستهلاك الكنزية، دالة الاستهلاك وفقا لكنز، سي ده الاجريجيت كونسامشن، الاجريجيت سي يعني ايه؟ الاستهلاك الكلي. الاستهلاك الكلي بيساوي ايه؟ بيساوي A اوكي بلس بي تايمز واي. واي ده، واي ده يا شباب ده عباره عن الاجريجيت انكم. واي ده رمز احنا بنرمز له دايما في الاقتصاد الكلي في الماكرو ايكونومكس للاجريجيت انكم. يبقى حضرتك هتكتب واي ده الانكم اهو، اجريجيت انكم او اجريجيت اوتبوت، يو كان سي اجريجيت اوتبوت، يبقى ده اجريجيت انكم اور اجريجيت اوتبوت. جميل. احنا لسه قايلين من شويه اهو فوق ان وفقا لكنز مين اهم عامل بيأثر في الكونسمشن في الاجريجيت كونسمشن؟ هو الانكم، صح كده؟ ارجع كده فوق اهو، انه الانكم از ذا مين ديترمينانتس اوف كونسمشن، اهو اول عامل، اول متغير واهم متغير بيحدد الكونسمشن بره هو مين؟ بيساوي ايكوال جوه بلس اي بلس بي تايمز واي. واي ده اللي هو مين؟ واي اتفقنا اللي هو الاجريجيت انكم او الاجريجيت اوتبوت. تمام، واضح جدا ان العلاقه ما بين الواي والسي علاقه بوزيتيف. كل ما الواي، كل ما الاجريجيت انكم انكريز، كل ما السي بره الاجريجيت كونسامشن هيحصل له ايه؟ يزيد، والعكس بالعكس. فالعلاقه واضح انه لما الواي يزيد الكونسامشن الاجريجيت كونسامشن ويل انكريز، وان اجريجيت انكم اللي هو الواي ديكريز الاجريجيت كونسامشن decreases. اهو ده في نفس الاتجاه بتاع التغير ده. يبقى ده اول نقطة عرفناها اهو، السي اللي هو aggregate consumption والواي ده اللي هو aggregate income او aggregate output. طب واحد يقول لي طب دكتور ايه بقى الاي دوت ده اختصار لايه والبي ده اختصار لايه؟ ايه دوت ده اختصار ليه؟ ده بنسميه الحد الادنى للاستهلاك لما يكون دخلك بصفر. تخيلوا يا جماعة ان الواي دي بزيرو، لو الواي بزيرو، لو الواي ده ده افتراض بزيرو، فحضرتك لو الواي بتساوي زيرو يبقى الواي مضروب في البي هيساوي زيرو، يبقى تفضل لك الكونسامشن بيساوي اي بلس زيرو، يبقى كأن الجزء ده مش موجود، الجزء بتاع بي تايمز واي مش موجود. ده يبقى الاجريجيت كونسامشن الاستهلاك الكل بيساوي اي بس، ده متى؟ لما يكون الواي بيساوي زيرو، لما يكون الاجريجيت انكم ايكوالز. يبقى نفهم من كده الاي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المينيمم ليفل اوف كونسامشن. ده هتكتب كده في كراستك الاي ده عباره عن المينيمم، مينيمم ايه؟ ليفل اوف كونسامشن، المينيمم ليفل اوف كونسامشن ده الحد الادنى من الاستهلاك. متى؟ ات واي زيرو، لما الواي بتساوي زيرو. ده الفاليو اوف كونسامشن ات واي وين واي ايكوال زيرو، ده جزء من الاستهلاك، ده دخل، ده استهلاكك من السلع لما يكون الدخل بيساوي صفر. يعني ده جزء من الاستهلاك مش معتمد على الادخار، مش معتمد على ده، جزء من الاستهلاك مش معتمد على الدخل. انت حتى لو دخلك بيساوي صفر، الراجل اللي هو دخله بيساوي صفر ما بيستهلكش، بيستهلك، ده بيستهلك حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يبقى سي ده اللي هو مين بره قلنا؟ اجريجيت كونسامشن. واي ده اللي هو اسمه اجريجيت انكم او اجريجيت اوتبوت. ايه ده اللي اسمه المينيمم ليفل اوف كونسامشن، when y لما الان when لما الانكم الواي ايكوال زيرو، الحد الادنى من الاستهلاك لما يكون الدخل بيساوي صفر، ده جزء من الاستهلاك
لا يعتمد على الدخل، مش بيعتمد على الدخل اصلا. طب فاضل لنا رمز واحد، ويبقى احنا كده خلصنا المعادله دي، اللي هو بي. بي ده اللي هو ايه؟ بي ده اللي يطلق عليه حاجه اسمها الميل داله الاستهلاك. ميل داله الاستهلاك اللي هو بيطلق عليه اللي هو السلوب اوف كونسامشن فانكشن. ده السلوب، بي ده السلوب، الميل بتاع داله الاستهلاك، سلوب اوف كونسامشن فانكشن. يبقى تكتب كده بي، بي لوحدها ده عباره عن السلوب اوف كونسامشن فانكشن. جميل، ده السلوب. وبعض الاحيان، او مش بعض الاحيان، بيطلق على السلوب اوف كونسامشن فانكشن بيطلق عليه ام بي سي، مش ام بي سي القناه، ام بي سي. ام اللي هو مارجنال، بي اللي هو بروبنسيتي، سي تو كونسيوم، مارجنال بروبنسيتي كونسيوم اللي هو اسمه الميل الحدي للاستهلاك. الميل الحدي هو ده بيطلق عليه كده، مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم، الميل الحدي للاستهلاك. جميل. طب واحد يقول لي طب السلوب بتاع داله الاستهلاك او الميل الحدي للاستهلاك، مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم، بيتحسب ازاي؟ فبص يا فندم، هتكتب كده ايه عندك في الكراسه، ان الام بي سي، ام بي سي اللي هو المارجنال بروبنسيتي كونسيوم، اللي هو في نفس الوقت بيطلق عليه بي اللي هو السلوب بتاع سلوب اوف كونسامشن فانكشن. ازاي ممكن نحسبه؟ ده بيساوي، ده بيتحسب ان انت بتجيب التشينج في الكونسامشن، تشينج ان سي اوفر تشينج ان واي. ده تشينج ان كونسامشن اوفر تشينج ان واي، التشينج في الاجريجيت كونسامشن فوق تقسمه على التشينج في الاجريجيت انكم تحت. جميل. وطبعا لازم البي يكون قيمه موجبه، لازم البي، خلي بالنا اهو البي، انا عشان برضو ايه ادور على مساحه اكتب فيها، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل كمان شويه. هنلاقي انه دايما البي او المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم ام بي سي ماله، دايما از بيجر ذان زيرو، اكبر من الصفر، ودايما بيكون اقل من الواحد. هو قيمه محصوره ما بين الصفر، اكبر من الصفر لكنه اقل من الواحد. جميل. لما نبتدي تقسم دلتا سي اوفر دلتا واي، ده القيمه تطلع لك از بيجر ذان زيرو بات ليس ذان 1. تعال نشوف ده بالتفصيل في السلايد الجاي. اهو ادي داله الاستهلاك يا شباب. داله الاستهلاك زي ما قلنا عباره ده هو في خل كنز، اللي هو سي ايكوال اي بلس بي تايمز واي. سي قلنا ده اللي هو الاجريجيت كونسامشن، مش كده؟ اللي هو الاستهلاك الكلي. اهو بصوا تحت وير، حيث سي اهو اول حد حاجه في المعادله بره، ده اللي هو از اجريجيت كونسامشن، ده الاستهلاك الكلي. واي ده اتفقنا اللي هو الاجريجيت انكم او الاجريجيت اوتبوت. اهو واي is the aggregate output or aggregate income، الدخل الكلي او الناتج الكلي. طيب ايه دوت اللي هو بيطلق عليه زي ما اتفقنا المينيمم ليفل اوف كونسامشن، الحد الادنى من الاستهلاك. ده امتى؟ لما يكون واي بزيرو. تخيلوا ان واي في المعادله دي بزيرو، تخيلوا ان الاجريجيت انكم بزيرو، الدخل الكلي بصفر. ففي الحاله دي صفر لما تضربه في بي يطلع لك الجزء ده كله بكام؟ بزيرو. يبقى تفضل لك ايه؟ تفضل لك ان سي الكونسامشن بتاعك عباره عن ايه؟ يبقى ايه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن استهلاكك لما يكون دخلك بيساوي صفر، فاحنا بنسميه في الاقتصاد المينيمم ليفل اوف كونسامشن وين واي ايكوال زيرو. اهو ايه ده؟ المينيمم ليفل اوف كونسامشن او الفاليو اوف كونسامشن، حجم الاستهلاك ميتا ات واي ايكوال زيرو، لما الواي بتساوي زيرو. ده جزء من الاستهلاك لا يعتمد على الدخل، اللي هو زي بنصوره كده الشخص اللي هو لا قدر الله مفلس معهوش ولا مليم وما بيشتغلش وقاعد في بيته، هل هو ما بيستهلكش؟ بيستهلك. بيستهلك ايه؟ بيستهلك سي، بيستهلك ايه؟ كونسامشن بالنسبه له بيساوي ايه فقط، اللي هو الحد الادنى من الاستهلاك. جميل. او ان هو بيطلق على ايه دوت، بعض الناس بتسميه ذا اوتونوموس، اوتونوموس كونسامشن. يعني ايه autonomous consumption؟ اللي هو ال part of consumption doesn't depend on income. autonomous consumption اللي هو الجزء من الاستهلاك اللي هو لا يعتمد على الدخل. جميل. بيطلق عليه autonomous consumption اللي هو بيسموه حد الكفاف، الحد الادنى من الاستهلاك اللي بيخليك على قيد الحياه، ده لما يكون دخلك بيساوي صفر. جميل. طيب بي، اتفقنا بي ان احنا قلنا ده عباره عن السلوب اوف consumption function، ده عباره عن ميل داله الاستهلاك، ده السلوب اوف كونسامشن فانكشن. طب نحسب السلوب ازاي؟
الاسلوب ده بيطلق عليه بعض الاقتصاديين يسموه ام بي سي زي ما قلنا، اللي هو ام بي سي ده اختصار للمارجنال بي ده اللي هو بروبنسيتي سي تو كونسيوم، مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم اللي هو الميل الحدي للاستهلاك. تمام، ده عبارة عن بيتقاس ازاي، بيتحسب ازاي؟ ده عبارة عن انك بتجيب ال change في ال consumption over change in y على ال change في ال income. اهو ده بيقول لك it measure MBC اللي هو B it measures the change in consumption التغير في الاستهلاك due to the change in income نتيجة للتغير في ال income. يا ترى لو حصل تغير في ال income بمقدار معين هيحصل تغير في الاستهلاك بقد ايه؟ هو ده يطلق عليه المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم. طبعا مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم اهو بيتحسب انه عباره عن دلتا سي اوفر دلتا واي، دلتا سي اوفر دلتا واي، اكتب عندك في الكراسه دلتا سي اوفر دلتا واي، التشينج في الكونسمشن على التشينج في الانكم. وزي ما قلت لك لما تيجي تحسبه هتلاقي انه الام بي سي دوت الام بي سي اللي هو في نفس الوقت بي اللي هو السلوب اوف كونسمشن فانكشن اللي هو بي دايما بيكون bigger than zero is greater than zero but less than one ولكنه اقل من الواحد. دايما لما تيجي تحسبه نوت انه البي اللي هو marginal propensity to consume بيكون bigger greater than zero but less than one، هو بيكون اكبر من الصفر لكنه اقل من الواحد. جميل، يعني ممكن تلاقيه يتحسب تلاقيه مثلا 6 من 10 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1، المهم ان هو قيمة اكبر من الزيرو لكنه ايه ما بيوصلش للواحد بيكون اقل من الواحد. تمام، تعالى بقى نشوف بالرسم شكل دالة الاستهلاك ازاي. دالة الاستهلاك هنشوفها ان هتلاقيها بالمنظر ده، طالما ان عمر الاستهلاك عمر ما السي ده تساوي زيرو لان في حد ادنى من الاستهلاك، هتلاقي ان الكونسامشن فانكشن دالة الاستهلاك لما نيجي نرسمها بتاخد بالمنظر ده، بتطلع من نقطة أعلى مش من نقطة الصفر، أعلى من نقطة الأصل أهو بالمنظر ده، بتكون شكلها لينير. أدي يا شباب ممكن إن إحنا نرسم دوت مع بعض، لو معاكوا كراسة طلع معاك الكراسة كأنك أنت يعني موجودين في الكلية بالظبط، هتقوم أنت عامل إزاي عشان الرسمة دي مهمة جدا. تحت هنحط الواي، الواي اللي هو مين اتفقنا اللي هو الأجريجيت إنكم، ده اللي هو عبارة عن الأجريجيت، أجريجيت إيه؟ أجريجيت إنكم. تمام، وفوق هنحط اللي هو السي، السي اللي هو الاجريجيت كونسامشن الاستهلاك الكلي، يبقى فوق الاستهلاك الكلي اجريجيت كونسامشن سي، وتحت على المحور الافقي هنحط واي، واي اللي هو عباره عن الاجريجيت انكم اللي هو الدخل الكلي. تمام، هنلاقي انت احنا اتفقنا هل ينفع ان الاستهلاك داله الاستهلاك تطلع من الصفر؟ لا، لان لو طلعت من الصفر معنى كده ايه؟ ان انت استهلاكك بيساوي صفر لما الانكم بتاعك بيساوي صفر. احنا اتفقنا حتى لو الانكم بيساوي صفر عمر الاستهلاك ما يساوي صفر، الاستهلاك هيكون بيساوي ايه؟ ها الاستهلاك الكونسمشن هيكون بيساوي اجريجيت كونسمشن هيساوي ايه؟ اهو ده الايه ده اللي اتفقنا اللي هو الحد الادنى من الاستهلاك لما الانكم بتاعك يكون الواي بتاعك بيساوي زيرو. جميل، لكن لو الدخل بتاعك مش زيرو يبقى بقى هنكمل بقيه الداله، البي اللي هو السلوب اوف consumption function times مضروب في مين؟ مضروب في ال y اللي هو ال income بتاعك، ده على اساس ان هو قيمه غير الصفر. تمام؟ طب طالما ان انت لو انت بقى ال y بيساوي زيرو يبقى b في زيرو b times زيرو بزيرو الجزء ده بزيرو، يبقى تفضل لك ال consumption بيساوي ايه؟ عشان كده بقى في الحاله دي نعمل ايه؟ ما ينفعش تطلعها من نقطه الاصل، هتقوم مطلعها بص ادي نقطه الاصل اللي هو زيرو، تقوم انت طالع فين؟ تطلع من هنا من اعلى شويه، النقطه دي هي دي يطلق عليها ايه؟ ايه ده اللي هو المينيمم ليفل اوف كونسامشن، وتقوم مطلع داله الاستهلاك بالمسطره بتاعتك خط مستقيم طالع بالمنظر ده اهو داله الاستهلاك، وتكتب عليها ان داله الاستهلاك عباره عن بتتكون من سي بتساوي ايه؟ ها اتفقنا ده بتساوي ايه بلس مين بلس بي تايمز مين تايمز واي، اهي دي دالة الاستهلاك اللي هي بتاخد الشكل الرسمة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، طب افترض ان انت عندك هنا كنت على مستوى انكم معين وليكن المستوى دوت. تمام، على مستوى الانكم دوت عايزين نشوفه، ادي عايزين نشوفه هنا، ادي احنا هنا مستوى الانكم بتاعنا اهوت. تمام، فالمفترض ان انت عند مستوى الانكم ده في قدامك هنا اهو بالمسطرة بتاعتك، بس طبعا انت مش محتاج انك تعمل ده،
المفترض ان انت هنا عندك ادي عند Y1، عند Y1 كان الكونسامشن بتاعك عبارة عن C1 صح؟ لو الانكم بتاعك زاد، الانكم بتاعك وصل هنا بقى عبارة عن Y2، ده مجرد بس للتوضيح يعني، بقى Y2 هيحصل ايه؟ هيحصل حضرتك تطلع فوق لغاية ما تخبط هنا، جميل، وتقوم جاي مد خط كده اهو، هتلاقي نفسك الكونسامشن بتاعك يبقى عند C2. يبقى الكونسامشن لما الانكم يزيد، بص الكونسامشن حصل له ايه؟ زاد، الاجريجيت كونسامشن زاد. فانت حصل تشينج اهو، تشينج من Y1 ل Y2، ده بيطلق عليه دلتا واي، مظبوط؟ وترتب على دوت ان حصل من C1 ل C2، يعني الكونسامشن زاد، ده بيطلق عليه دلتا سي. ممكن نوضحه ازاي؟ شايفين هنا النقطة دي؟ النقطة دي، فانت ممكن تعمل ايه اهو؟ المثلث ده، المثلث ده الجزء ده اللي هو دلتا واي من هنا لهنا، والجزء ده اهو من هنا لهنا، ده هو نفسه اللي هو من سي 1 لسي 2 اللي هو دلتا سي. فانت لو عايز تحسب، لو عايز تحسب بي، بي اللي هو السلوب، البي السلوب يتحسب ازاي؟ ده عبارة عن دلتا سي اوفر دلتا واي، دلتا سي اوفر دلتا اوفر دلتا واي، اوكي. ده اللي هو السلوب اللي هو اهو اتفقنا اسمه مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم اهو، اتفقنا ان هو بيكون قيمه اكبر من الصفر لكنه اقل من الواحد، بيجر ذان زيرو بط ليس ذان، بط ليس ذان 1 اهو. ادي يا شباب الرسمه ايه بشكل نظيف اهو، هترسم محورين، محور افقي ومحور راسي. المحور اللي تحت محور الافقي اللي هو مين؟ اللي هو واي، واي اللي هو الاجريجيت انكم، وفوق المحور الرأسي ده اللي هو سي، سي اللي هو aggregate consumption، جميل. واتفقنا ان انت دالة الاستهلاك بتطلع من نقطة اعلى من نقطة الاصل، نقطة الاصل اللي هي زيرو، لا هي من عند بتطلع من نقطة A، فانت بتمد كده الخط اللي هو باين قدامك كان لونه لبني، انا خليته لونه احمر، ده اللي هو ده بيطلع عليه دالة الاستهلاك اللي هو سي ايكوال A بلس B تايمز Y، تمام. طبعا لو عايز تحسب B، البي بيتحسب ازاي؟ اللي هو السلوب بتاع الكونسامشن فانكشن عباره عن دلتا سي اوفر دلتا واي، على اساس ان ده دلتا واي اهو اللي تشينج في واي، وده عباره عن تشينج في سي، اوكي. برضو مصطلح جديد زي ما شفنا الاجريجيت انكم وشفنا الاجريجيت كونسامشن، تعال نشوف مع بعض اللي هو الاجريجيت سيفنج اللي هو الاس، اللي هو الادخار الكلي. الادخار الكلي ده يتحسب ازاي؟ حضرتك مش احنا قلنا قبل كده في محاضره من المحاضرات اللي فاتت ان الانكم بتاعك بيتوزع ما بين حاجتين، دخل اي شخص فينا بيتوزع ما بين ايه؟ جزء منه بيتوجه للاستهلاك للكونسمشن صح؟ وجزء منه اللي بيفضل بيتوجه للسيفنجز للادخار. يبقى انت لو عايز تحسب السيفنج من المعادله دي تحسبها ازاي؟ السيفنج بيساوي الانكم، الانكم اللي احنا شفناه بقى في وفقا لداله الاستهلاك اللي هو عباره عن واي مش اي، بدل اي بنستبدلها بواي، شيل منه مين؟ شيل منه السي اللي هو الايه؟ اجريجيت كونسمشن. يبقى السيفنج، الاجريجيت سيفنج اس، ده عباره عن الجزء من الانكم، الجزء من الاجريجيت انكم اللي مش بيوجه للاستهلاك. يعني في جزء بستهلكه وجزء مش بستهلكه، جزء بعمل فيه بحوشه، هو ده الاجريجيت سيفنج. يبقى الاجريجيت سيفنج اس عباره عن البارت اوف اجريجيت انكم، الجزء من الدخل الكلي، ذات از نوت كونسيومد، اللي مش بيوجه للاستهلاك، اللي ما بيتمش مش استهلاكه ولكن بيتم ايه؟ ادخاره، بحوشه. اللي هو بحسبه ازاي الاجريجيت سيفنج ده؟ زي ما قلنا ان انت بتجيب الواي الاجريجيت انكم، شيل منه السي اللي هو الاجريجيت كونسمشن، اهو الاجريجيت سيفنج بيتحسب از ذا ديفرنس بتوين، الفرق ما بين الاجريجيت انكم واي والاجريجيت كونسمشن. يعني الاس اهو بيساوي، احنا قلنا ده بيساوي ايه؟ الواي الاجريجيت انكم، اطرح منه مين؟ اطرح منه السي اللي هو الاجريجيت كونسامشن. طب ازاي من المعادله دي نشتق داله الادخار؟ يعني لو احنا عايزين نعمل درايفيشن اوف سيفنج فانكشن، داله الادخار، احنا شفنا من شويه داله الاستهلاك كلها اللي هي سي بتساوي اي بلس بي تايمز واي، صح كده؟ دي داله الاستهلاك اللي هو الاجريجيت كونسامشن. طب عايزين نحسب نعمل داله الادخار هي كمان، نحسبها ازاي؟ هتقوم قايل لي ايه لما تبتدي الداله دي؟ اكتب معايا في الكراسه، مالكش دعوه بالموجود يعني. هتقوم قايل اول حاجه، هتقوم قايل ايه؟ الاس اللي هو السيفنج بيساوي، بيساوي بالخطوات عشان تبقى انت مقتنع يعني، بيساوي الواي اللي هو الانكم، اجريجيت انكم،
شيل منه السي الاجريجيت كونسامشن، اللي يفضل ده اللي انت بتحوشه، صح؟ طب ما انت ممكن تعيد تحويل المعادله دي بشكل تاني، تقوم قايل ايه؟ الاس اللي هو الاجريجيت سيفنج بيساوي الواي اللي هو الاجريجيت انكم ماينس سي، سي اللي هو الاجريجيت كونسامشن كان ليه داله، الداله بتاعته كتبناها ممكن نكتبها بين قوسين، يعني عايزين نشتق داله الادخار هنكتب كده بدل السي هنكتب داله الاستهلاك اللي احنا قلنا ان هي عباره عن ايه؟ بلس بلس بي تايمز واي، صح كده؟ وهتقوم عامل ايه؟ وتقوم قافل تايمز واي، وتقوم قافل القوس، وبعدين تعمل ايه؟ بعدين تقوم انت منزل دوت ومايل هنا الاس، هتعيد صيغه المعادله تاني، تقوم مايل الاس بتساوي بتساوي واي ناقص ايه، اهو الاي دي الماينس كانك بتضرب فيها، والنيجاتيف دي تضرب في البلس تبقى ماينس اي تايمز بي ماينس ماينس سوري الماينس النيجاتيف دي تبقى تضرب هنا في البلس تبقى ماينس بي واي ماينس بي واي، تمام؟ ماينس بي واي اهو، انت كل حكايه انك عدت صياغه المعادله. طب تعالى نعيد صياغه المعادله مره ثانيه، انك تعمل ايه؟ ان انت تاخد الاي دي هتطلعها الاول اهو زي ما انت كنت بتبتدي داله الاستهلاك، فاكر داله الاستهلاك بتبتدي بتساوي اي بلس بي تايمز واي، فانت تعمل ايه؟ تاخد الاي دي تحطها في بدايه الداله، يبقى بتساوي الادخار بيساوي نيجاتيف اي، جميل؟ كان في الاستهلاك كان بوزيتيف اي نيجاتيف ايه، وبعدين الواي هنا والواي هنا متكرره الاثنين مع بعض، صح كده؟ يبقى تقول زائد زائد مين؟ زائد الواي بقت واحد، مش كده؟ كانك انت خدت الواي عامل مشترك ناقص بي ناقص بي اهو، والواي تطلع بره، الواي ممكن تحطها هنا وممكن تحطها هنا، مفيش مشكله خالص، ممكن تحطها في الاخر زي ما هي كده اهو، هي دي دالة الادخار. يبقى دالة الادخار حضرتك هتحفظ زي ما حفظت دالة الاستهلاك، وقلت ان هي عبارة عن كنا بنقول دالة الاستهلاك عبارة عن ايه؟ عبارة عن A plus B times Y هو ده الكونسمشن، مش كده؟ صح؟ فانت برضو لازم تبقى انت حافظ في دماغك كده ان دالة الادخار اهي، دالة الادخار عبارة عن S اللي هو الاجريجيت سيفنج بتساوي نيجاتيف A، نيجاتيف ايه واضح ده اللي هو الحد الادنى من الادخار، اللي هو الادخار اللي انت بتسحب من مدخراتك لما يكون دخلك بيساوي صفر، بلس 1 ماينس بي ده بين قوسين والكلام ده تايمز واي، افرض ان الواي دي بزيرو، الواي لو بصفر يبقى كانك انت ضربت في القوس ده بصفر، يبقى الجزء ده كله بصفر، يبقى السيفنج بتاعك بالايه؟ بالنيجاتيف، بالنيجاتيف يعني ايه؟ ده اللي اسمه انك انت بتسحب من مدخراتك عشان ايه؟ عشان انت ده اللي هو الحد الادنى من الادخار بيكون بالسالب، لما بتكونش بتشتغل ودخلك بصفر حضرتك بتعمل ايه؟ بتسحب من مدخراتك، يعني الادخار بتاعك بيكون سالب، بيكون رقم نيجاتيف اهو، ده اسمه يطلق عليه الايه دوت، النيجاتيف ايه ده يطلق عليه ايه؟ بيسموه الديس سيفنج ليفل، مستوى السحب من المدخرات السابقه، انك انت بتصرف مدخراتك السابقه عشان تعيش، او بيطلق عليه الاوتونوموس سيفنج اللي هو الادخار السالب، بيطلق عليه الادخار السالب. ده امتى بيحصل؟ at income لما الانكم بتاعك بيساوي 0 when y equal 0. فلما الواي بتساوي 0 اضرب 0 في 1 ماينس بي يديك 0، يبقى الجزء ده كله ب 0. يبقى السيفنج بتاعك بنيجاتيف ايه؟ اوكي؟ طبعا احفظ ده زي عينيك، هو ودالة الاستهلاك، يبقى دالة الاستهلاك عبارة عن سي بتساوي a plus b times y، ودالة الادخار S بتساوي نيجاتيف A تايمز 1 ماينس B تايمز Y. اوكي؟ السلايد دي فيها شوية ملاحظات مهمة جدا على المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم والمارجنال بروبنسيتي تو سيف. احنا قلنا المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم ازاي نحسبه؟ اللي هو كنا بنقول فاكرين لما كنت بقول لكم ان الكونسمشن بيساوي ايه؟ بيساوي A دالة الاستهلاك الكنزية وفقا لكنز الفانكشن الكونسمشن فانكشن دالة الاستهلاك A بلس B تايمز Y، وقلت لك إن B اللي هو السلوب بتاع الكونسمشن فانكشن هو نفسه بيطلق عليه مارجنال بروبنسيتي كونسيوم، صح كده؟ قلت لكم المارجنال بروبنسيتي كونسيوم بيتحسب إزاي؟
ان انا قلت لك اللي هو الميل لحد الاستهلاك، انك تجيب تشينج في الكونسومشن اجريجيت كونسومشن على التشينج في الانكم على التشينج في الواي، صح كده؟ اهو فالمارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم ام بي سي از ذا ريشيو، ده النسبه المئويه ما بين اوف ذا تشينج ان كونسومشن تو ذا تشينج ان انكم، اهو تشينج ان كونسومشن دلتا سي اوفر تشينج ان انكم اللي هو دلتا واي، هو ده الام بي سي. تمام. طب لو احنا عايزين نجيب نفس الكلام بس بدل مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم نجيب مارجنال بروبنسيتي تو سيف، تو سيف الميل الحدي للادخار. الميل الحدي للادخار ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الريشيو ما بين دلتا فوق اس تحت على دلتا واي تحت، اهو دلتا اس اللي هو التشينج في الاجريجيت سيفنج اللي تشينج في الادخار الكلي على التشينج التغير في الانكم. تمام. طيب اهو از ذا ريشيو، ده النسبه ما بين ذا تشينج ان سيفنج تو ذا تشينج ان انكم، تشينج ان سيفنج اللي هو دلتا او تشينج ان اس اوفر تشينج ان واي. طب السؤال، طب يا ترى المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم والمارجنال بروبنسيتي تو سيف اللي هو ام بي سي والام بي اس، هل هو قيمتهم بتختلف على طول اللينير كونسامشن فانكشن؟ يعني فاكرين لما كنا بنرسم الكونسامشن فانكشن في السلايد اللي قبل اللي فاتت رسمناها بالمنظر ده، مش كان ده الكونسامشن فانكشن كانت بتاخد شكل اللينير شكل خطي؟ فواحد يسالني سؤال، طب هل يا دكتور قيمه الام بي سي عند النقطه دي والام بي اس، وقيمه الام بي سي هنا والام بي اس، قيمه الام بي سي هنا والام بي اس هل قيمتهم مختلفه عن بعض؟ لا، قيمتهم بتبقى ثابته، قيمتهم كونستانت. يبقى خلي بالك ام بي سي اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم ستي كونستانت along ذا لينير كونسامشن فانكشن، والام بي اس اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو سيفنج اولسو ستي كونستانت along ذا لينير كونسامشن فانكشن. خلي بالك كل من الام بي سي، خلي بالك عشان ده بيجي صح وغلط، الام بي سي والام بي اس اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو سيف، اوكي تو سيف، الاثنين دول مالهم؟ هل قيمتهم بتختلف على طول اللينير كونسامشن فانكشن؟ لا، القيمه بتاعتهم مالهم از اولويز كونستانت، دايما بتكون ثابته ما بتختلفش. يعني هي لو قيمه مثلا الام بي سي هنا ب 6 من 10 هتلاقي قيمتها هنا ب 6 من 10، هتلاقي قيمتها هنا ب 6 من 10. لو الام بي اس اللي هو مارجنال بروبنسيتي كونسيوم هنا 4 من 10 هتلاقي قيمتها عند النقطه دي ب 4 من 10، هتلاقي قيمتها من النقطه دي عند 4 من 10. خلاص، يبقى قيمه الام بي سي والام بي اس قيمتهم بتختلف؟ لا، بتفضل ايه؟ ثابته. طب المعلومه الاهم، طب انتوا حضراتكم برضو لازم تبقى انت عارف، انت عارف لو جمعنا الام بي سي اللي هو مارجنال بروبنسيتي كونسيوم اللي هو الميل الحدي للاستهلاك اللي هو السلوب بتاع داله الاستهلاك، جمعناه على الام بي اس، الام بي اس اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو سيف اللي هو يعتبر السلوب بتاع داله الادخار، عارف لو جمعنا الاثنين هيطلعوا بيساوي كام؟ بيساوي 1. دايما ام بي سي بلس ام بي اس ايكوال 1. يعني لو عندي ام بي سي مثلا سي ان هو ب 0.6 ب 6 من 10 6 من 10، فهنا يبقى الام بي اس بكام؟ طبعا كمتمم ده بيجي اسئله كتيره جدا صح وغلط واكمل والكلام ده كله وام سي كيو، يبقى المتمم بتاعها كام؟ 0.4. ليه؟ على اساس ان المجموع بتاعهم بيساوي 1. اهو بصوا يا شباب اخر سطر خالص، along the linear consumption على طول اللينير consumption اللي هو كنا بنرسمها بالمنظر ده لسه راسمينها من شويه، صح كده؟ ال MBC الـ marginal propensity to consume وال MBS الـ marginal propensity to save ماله؟ remain constant is always constant، بيكون دايما ثابت. وخلي بالك مجموع الاثنين بيساوي 1، MBC plus MBS الاثنين equal 1. تعالى زي ما شفنا الـ marginal propensity to consume والـ marginal propensity to save اللي هو الميل لحد الادخار والميل لحد الاستهلاك، تعالى بقى نشوف الـ average، الـ average اللي هو الميل المتوسط للادخار والميل المتوسط للاستهلاك. تعال نشوف حاجه اسمها A B C، الافريج بروبنسيتي تو كونسيوم الميل الحدي الميل المتوسط للاستهلاك، وتعال نشوف ال A B S، A B S اللي هو افريج بروبنسيتي تو سيف اللي هو الميل المتوسط للادخار. طبعا ال A B C ده هنجيبه ازاي بقى؟ بدل ما تجيب في المارجنال تشينج على تشينج، لا ده بتجيبه ازاي؟ ده حضرتك بتجيب الكونسامشن فوق تقسمه على الواي تحت، جميل؟ والاي بي اس اللي هو الافريج بروبنسيتي تو سيف تجيبه ازاي؟ ده الافريج بدل ما كنت في المارجنال بتجيب فوق دلتا اس وتجيب تحت دلتا واي زي ما كنت بتعمل في السلايد دي، لا انت هتعمل ايه؟ تقوم جايب فوق اس اللي هو السيفنج كلها الاجريجيت سيفنج اقسمه على الواي الاجريجيت انكم. تعال نشوف ده في السلايد اللي جاي. ادي يا شباب اللي اهو احنا زي ما خدنا الام بي سي والام بي اس،
خدنا احنا عايزين ناخد حاجة اسمها الـ AB C اللي هو A ده average يعني متوسط، B اللي هو propensity، C ده to consume تمام اللي هو الميل المتوسط للاستهلاك، اسمه الميل المتوسط average propensity to consume، ميل المتوسط للاستهلاك. ده بيتحسب ازاي؟ ده عبارة عن ratio، نسبة، نسبة ما بين مين؟ ما بين الـ consumption فوق منسوبة للـ income تحت، الـ consumption فوق منسوبة للـ income تحت على طول من غير ما تجيب change على change على طول. لكن هنا بتجيب مين؟ الـ consumption، الـ value of consumption حجم الاستهلاك على الـ y اللي هو الـ aggregate income، اهو الـ ratio of the consumption نسبة الاستهلاك to الـ income للدخل، اهو ABC بيساوي C over Y، C اللي هو aggregate consumption over Y اللي هو aggregate income. طب لو عايزين نجيب الـ ABS، ABS اللي هو الـ average propensity to save، الميل المتوسط للادخار، الميل المتوسط للادخار ده عبارة عن إنك هتنسب الادخار S، هتجيب الـ S اللي هو aggregate saving تقسمه على الـ Y to Y اللي هو الـ aggregate income من غير ما تجيب فوق، ما تقوليش فوق إن هو change على change، لأنك حطيت change في الـ S على change of Y ده عبارة عن الـ MBS اللي هو الـ Marginal Propensity to Consume، لكن عايز تجيب الـ Average المتوسط الميل المتوسط للادخار يبقى تحط فوق S وتقسم على الـ Y، أهو الـ Ratio ده النسبة ما بين Saving to the Income، Saving اللي هو S الـ Aggregate Saving على الـ Income اللي هو الـ Aggregate Income، يعني اللي هو Y. طبعا حضرتك لو حسبت، لو جالك في تمرين واداك قيمة الـ EBC جميل؟ وعايز تحسب قيمة الـ EBS، خليك واثق إن قيمة الـ EBC والـ EBS الاتنين قيمتهم لازم تكون بتساوي إيه؟ لازم قيمة الاتنين مجموعهم يساوي واحد، لازم مجموع الاتنين يساوي واحد، زي ما قلنا من شوية إن الـ MBC والـ MBS مجموع الاتنين بيساوي واحد، برضه نفس الكلام، برضه نفس الكلام مجموع الـ EBC والـ EBS مجموعهم برضه بيساوي واحد، أهو ABC بلس EBS الاتنين بيساوي واحد، الاتنين بيساوي واحد. طب سؤال، احنا من شويه شفنا ان قيمه الـ MBC في السلايد اللي فاتت جميل، وقيمه الـ EBS في السلايد في الـ سوري الـ MBS اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو سيف، شفنا ان قيمه الاثنين دول مالهم is always constant along the consumption curve، along the linear consumption curve على طول داله الاستهلاك الخطيه اهو اللي كان بالشكل ده، داله الاستهلاك ده السي، كنا بنقول ان الـ MBC والـ MBS الاتنين مالهم بيكونوا is always constant. هل ده نفس الحال لقيمة الـ EBS وقيمة الـ EBC؟ لا، خلي بالنا بقى، قيمة الـ EBC والـ EBS قيمتهم ما بتبقاش ثابتة، أمال قيمتهم ايه؟ بتتغير. بتتغير ازاي بقى؟ بص يا فندم، أنت هنا along the linear consumption function، على طول الـ linear اللي هو الـ consumption function اللي هو دالة الاستهلاك الخطية اللي هي بتاخد الشكل ده اللي احنا رسمناها بالشكل ده تمام؟ اهو ده دالة الاستهلاك، حضرتك تحت كان الـ Y مش كده؟ وفوق كنا بنحط مين؟ كنا بنحط الـ C. حضرتك كل ما نتجه كده بيحصل ايه في الـ Income؟ كده الـ Income بيزيد، يعني هنا الـ Income Y1، هنا الـ Income عند مستوى Income تاني Y2، كده الـ Income بيزيد، يا ترى كل ما الـ Income يزيد، كل ما الـ Income يزيد، كل ما الـ Y يزيد، يا ترى بيحصل ايه في الـ EBS؟ وبيحصل ايه في الـ EBC؟ بصوا يا شباب، كل ما الـ Income يزيد، خليك واثق ان الـ ABC الـ average propensity to consume ماله decrease will decrease، الميل المتوسط للاستهلاك لازم يقل. طيب وكل ما الـ income يزيد يا ترى بيحصل ايه في الـ ABS؟ في الـ ABS كل ما الـ income يزيد، كل ما الـ Y يزيد. طب الـ ABS اللي هو الـ average propensity to save يا ترى بيحصل فيه؟ خليك واثق ان كل ما الـ income يزيد، كل ما ميل المتوسط للادخار بيزيد، ده الطبيعي، ده النورمال. حضرتك في الواقع العملي كل ما دخلك يزيد ميلك المتوسط للاستهلاك يقل اللي هو الاي بي سي، لكن ميلك المتوسط للادخار الاي بي اس يحصل له ايه؟ انكريز. اهو بص بص يا شباب، اهو along the linear consumption function على طول linear consumption function as y increase كل ما الانكم انكريز اللي بيحصل اي بي سي ديكريز، لازم الاي بي سي اللي هو average propensity to consume الميل المتوسط للاستهلاك يقل. طب والـ average propensity to save اللي هو ABS، ABS لازم يزيد، لازم يعلى، لازم يكبر، جميل؟ آدي النقطة التانية المهمة جدا جدا جدا. طب في مستوى بيطلق عليه الـ break even income، وده نقطة في غاية الأهمية أهو،
البريك ايفن انكم ده اخر حاجه هنتكلم فيها، وبعد كده هنشوف مع بعض امثله عمليه تطبيقيه على اللي فات ده كله ازاي نطبقه في صوره مثال عملي، وده اللي يهمنا. بص يا شباب، انا برضو عشان نوسع مساحه اشيل الرسمه دي، وعايزك تكتب كده عندك في الكراسه بتاعتك، اكتب كده ايه، ان انت احنا خدنا مع بعض انه الواي اللي هو الانكم، الواي اللي هو الانكم بيساوي ايه؟ الانكم بتاعك بيتوزع ما بين حاجتين، ما بين سي بلس اس، سي بلس اس جزء من دخلك بتوجهه للسي اللي هو الكونسمشن، والباقي بتوجهه للاس اللي هو السيفنج، صح؟ جزء بتستهلكه وجزء بتحوشه. طب افرض ان انت السيفنج بتاعتك بتساوي زيرو، الاس بتساوي زيرو. لو الاس بتساوي زيرو يبقى معنى كده ان الواي بيساوي سي. لما الواي يساوي سي ده بيطلق عليه، النقطه دي بيطلق عليها ايه؟ اذا كانت واي بتساوي سي فقط، بتساوي الكونسمشن فقط، يعني كل الدخل بتاعك بيوجه للاستهلاك وما بتحوش منه ولا مليم، على اساس ان الاس بتساوي زيرو، ده يطلق عليه بريك ايفن انكم. ده بيطلق عليه ايه؟ بريك ايفن انكم، اللي هو بيطلق عليه دخل اللي احنا بنسميه كده دخل التعادل، الدخل اللي عنده اللي هو از ذا انكم، الدخل اللي عنده واي ايكوال سي، على اساس ان اس بتساوي زيرو. احنا عارفين ان واي بتساوي سي بلس اس، بس اس لما بتساوي زيرو يبقى الواي بيساوي سي، ده اسمه ايه يا فندم؟ ده يطلق عليه بريك ايفن انكم، او ممكن نسميه دخل التعادل. يبقى ما هو دخل التعادل؟ ما هو البريك ايفن انكم. تقول البريك ايفن انكم الانكم ليفل ات ويتش واي ايكوال زيرو ان اس ايكوال سوري واي ايكوال سي سوري ان اس ايكوال زيرو. مره ثانيه بريك ايفن انكم اللي هو ايه؟ ده اللي هو الدخل اللي عنده at which y equal c، ال y اللي هو الدخل اللي هو ال equal c consumption and s اللي هو saving equal 0. تمام؟ ده المستوى اللي عنده ال income كله بيتجه للاستهلاك وال savings بتاعتك بتساوي صفر. طب حد يقول لي طب يا دكتور يا ترى هو العلاقة بين ال EBS وال EBC قبل ال break even income شكلها ايه؟ وعند ال break even income شكلها ايه؟ وبعد البريك ايفن انكم شكلها ايه؟ بص يا شباب، عشان نعرف العلاقه بين الاثنين عايزك برضو بالكراسه بتاعتك كانك موجود معايا على السبوره، هتقوم عامل ايه بقى؟ هتقوم قايل لي هنا ادي البريك ايفن انكم، البريك هتكتب كده ايه؟ البريك ايفن انكم، بريك ايفن انكم. وهنفرق في البريك ايفن انكم ما بين ثلاث حاجات، ما بين بيفور البريك ايفن انكم و add the break even income، اهو هنقسمها كده before و add the break even income عند المستوى بتاع البريك ايفن انكم، وبعد البريك ايفن انكم اللي هو after and after break even income. يا ترى العلاقه بين ال EBC وال EBS شكلها عامله ازاي؟ اهو بيفور البريك ايفن انكم هتقوم عامل ايه؟ تقوم قايل لي قبل مستوى البريك ايفن انكم. خليك واثق ان قبل المستوى دوت دايما الاي بي سي بيكون اكبر من الواحد، الاي بي سي اللي هو الافريج بروبنسيتي كونسيوم بيكون ماله؟ بيكون مور ذان 1. طب حلو جدا. طب والاي بي اس؟ وتقوم قايل لي والاي بي اس اهو والاي بي اس هيكون ماله؟ هيكون دايما عند قبل بيفور البريك ايفن انكم هيكون less than zero، اقل من الصفر. جميل؟ يعني هيكون رقم نيجاتيف. يبقى الاي بي سي بيكون more than one والاي بي اس بيكون less than zero، بيكون رقم نيجاتيف. طب عند الات البريك ايفن انكم، البريك ايفن انكم اللي قلنا اللي هو الواي بيساوي سي والاس بيساوي زيرو، خليك واثق ان عند المستوى دوت هيكون الاي بي سي الـ average propensity to consume بيكون ماله؟ بيكون بيساوي 1، بيساوي 1، لازم يكون بيساوي 1. طب والـ EBS الـ average propensity to save بيكون بيساوي 0. ABS هيكون بيساوي إيه؟ بيساوي 0، بيساوي 0. طبعًا مجموع الاثنين زي ما قلنا الـ EBC والـ EBS لازم يكون بيساوي 1. لما الـ ABC بيساوي 1 والـ EBS بيساوي 0، اجمعهم الاثنين يساوي مجموعهم الاثنين بيساوي كام؟ 1 زائد 0 بيساوي 1، صح كده؟ مجموعهم بيساوي 1. طب افتر بريك ايفن، بعد البريك ايفن انكم خليك واثق ان الاي بي سي هيكون less than 1، الافريج بروبنسيتي تو كونسيوم
هيكون less than one، اقل من الواحد. طب والاي بي اس؟ الاي بي اس اللي هو الافريج بروبنسيتي تو سيف، خليك واثق ان هو هيكون more than zero، اكبر من الصفر. جميل، ادي الثلاث حاجات دول اهو مره ثانيه. البريك ايفن انكم از ذا انكم اللي عنده الواي بيساوي سي على اساس ان الاس بتساوي زيرو. هنفرق ما بين ثلاث حاجات، بيفور وات وافتر. بيفور البريك ايفن انكم اي بي سي از مور ذان 1 جريتر ذان 1، بس الاي بي اس اخوه از ليس ذان زيرو، مجموع الاثنين لازم يساوي واحد. ات بريك ايفن انكم واحد بيساوي واحد، اللي هو الاي بي سي بيساوي 1 بس الاي بي اس بيساوي زيرو. طب افتر بريك ايفن انكم اي بي سي از less than 1 اقل من الواحد، يعني 0.6 0.7 0.8، والاي بي اس بيكون مور ذان زيرو، اكبر من الزيرو، يعني رقم بوزيتيف. تمام، طبعا في جميع الحالات اي بي اس واي بي سي لازم يكون مجموعهم بيساوي واحد، سواء قبل او بعد او عند البريك ايفن انكم.